الحمد لله، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبقى لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. وأصلي وأسلم على سيد السادات حبيب الحق وهادي الخلق ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جئناكم من مركز البداري محافظة أسيوط في صحبة العمدة زغلول علي يوسف والعمدة حاتم أحمد علي حمودة ومشايخ البداري الشيخ عثمان العساكر والشيخ عبد الغني العقالي. جئنا إلى أهلنا عمد ساقلت، أهلنا أخوانا وأعماما ومصاهرين، جئنا نشاركهم فرحتهم في زفاف أبنائهم، سائلين المولى عز وجل أن يتمم هذا الفرح على خير وأن يبارك للعروسين في ليلتهما وأن يخرج منهما البنين والبنات وما يشبه اللؤلؤ والمرجان. نحن كأمة الإسلام عندنا دستورنا كتابا وسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأبان السبيل وأوضح المنهج ووضع النقاط فوق الحروف. وقبل موته أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلكل شيء في الحياة إثبات، وإذا حسن البدء حسن الختام، ومن لم تكن له بداية محرقة فلن تكون له نهاية مشرقة. فلزاما على الأمة رجالا وشبابا ونساء أن يتقيدوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنحظى بالفوز والنجاح والفلاح في الدين والدنيا وفي الآخرة. فنحن في ليلة زفاف عريس وعروس جمع الله بينهما في الحلال، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها جيزة وزواجا مباركا ويجمع بينهما في خير ويخرج منهما ذرية طيبة صالحة. فالأصل تتبعه الفروع، ومن سار على الدرب وصل. فتعالوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمهد لنا الطريق للزواج بوصاياه
وإرشاداته ونفحاته الطيبة، يوصينا جميعا فيقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أي سارعوا إلى تلبية طلبه واستجيبوا لما يطلب منكم وساعدوه في تحقيق هدفه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن المهر الأساسي للعروس إنما هو الدين والخلق، مسألة الذهب والمقدم والمؤخر والقائمة، كل ذلك يأتي في مرحلة متأخرة ضمانا للحقوق. وكمسألة دينية هو الصداق مقابل حق الاستمتاع بالمرأة صيانة وكرامة من الله عز وجل ورفعة لمكانة المرأة. أما أساس المهر فهو الأخلاق الطيبة وتوافر الدين. فاسمع إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الأساس، لأنه سبق لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زوج أحد الصحابة بخاتم من حديد، وسبق لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زوج صحابيا من شباب الأنصار بعدما أسمعه سورة الإخلاص يحفظها عن ظهر قلب، كل ذلك ليلفت نظر الأمة. كلما يسرنا الحال يسر الله الأحوال، وهذا هو المطلوب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن الله الخالق يعلم أن خلقه طبقات ولكل فئة ما يناسبها في المجتمع. فهناك الموسر، هناك من كبده ملأ، هناك من يملك وعنده ومعه وله، وهناك من لا يملك شيئا من حطام الدنيا. هذه نعم الله يقسمها بين خلقه، وإن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. يبقى أخلاقك ده رزق من عند الله، ورزقك هبة من عند الله. أنت رصيدك صفر، نزلت من بطن أمك لا تعلم شيئا ولا تملك شيئا وليس عندك شيئا، ولم تنزل من عالم الأرحام ممسكا بشيء. الله أوجدك من عدم، ثم أصبغ عليك وافر النعم، ثم أمدك بما تحتاج وأعطاك ورعاك وملكك وأيدك، فالفضل كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله. ومعروف أن الإنسان قليل في شكره لربه، وهذا أمر عجيب. دائما الأغلبية على باطل والأقلية على حق، هذا من سنن الله في الأرض. فإن كنت على الحق فاعلم أنك أنت الجماعة
ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، هذا معلوم. إذن الدرك كل الدرك على مسألة الأخلاق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وطالما عندك دين فعندك خلق وأخلاق، وطالما أنت ملتزم بالخلق الكريم فأنت على هدى وعلى الصراط المستقيم. وخير من نتعلم منه الأخلاق هو من جعله الله الإنسان الكامل المكمل المكتمل، منبع الأخلاق ومصدر الطهر في الوجود، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. فالتيسير في الزواج مطلوب، كلما تشددنا شدد الله علينا، كلما يسرنا يسر الله علينا، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدا. إذا ترفقت بمن جاء يطلب ابنتك، عندما تطلب لابنك ستتقدم الملائكة الصفوف، وسيشرح الله والدا صدر والد العروس، فتجده لينا هينا هشا بشا يرحب بك وسيطمئنك. الخفيفة عليك والثقيلة علينا، ويمشي الحال. إذا تشددنا شدد علينا، إذا ضيقنا ضيق علينا. فلك كامل الحرية، تريد أن يشدد عليك تشدد، تتعشم في التيسير يسر، ما تفعله اليوم تلقاه غدا، ولا يظلم ربك أحد. كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب فقير لا يملك من حطام الدنيا شيئا، وكان عبدا أسمر اللون، أفطس الأنف، كبير الأذنين، عظيم الشفتين، عريض المنكبين، الذي يملكه في هذه الدنيا في داخل جيبه، يعني لا يملك شيئا، لكنه كان كثير العبادة موصولا بالله. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحمل همنا في حياته وأيضا بعد انتقاله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. اوعى تفتكر انه صلتنا بسيدنا النبي انتهت، لا، لن يهدأ له بال ولن يستريح في مشوار حتى يدخل آخر واحد من أمته إلى جنات النعيم. لذلك سيدنا أنس رضوان الله عليه جلس يوما مهموما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك مهموما يا أنس؟ قال: فكرت في أمر يا رسول الله فشغلني وأقلقني وأزعجني. قال: ما هو يا أنس؟ قال رسول الله: يوم القيامة وهذه المليارات من البشر من لدن آدم إلى آخر جيل تقوم عليه القيامة، وفي الزحام الشديد وفي عرصات القيامة، وينسى الواحد حتى أباه، أتذكرنا أنت هنالك يا رسول الله؟ قال: إي وربي يا أنس، كيف أنساكم؟ قال رسول الله: أمتك يومها عددها غفير وتعدادها كثير، فكيف تعرفنا؟ قال: أعرفكم،
إن شاء الله أعرفكم جميعا. قال طب يا رسول الله ما تخلينا في المضمون، يعني إيه المضمون يا أنيس؟ قال له طب قل لي أنت تبقى قاعد فين يوم القيامة؟ قام نروح لك على طول بدري بدري، نبقى نعرف الطريق. صحابي ناصح عايز يمسك المضمون هذا. قال له يا أنس أول ما تطلبني ستجدني عند الصراط. عندما تسمع الصراط منصوب طبعا، وإن منكم إلا واردها، لازم كلنا نمر على الصراط، والصراط ده جسر أحد من السيف وأرق من الشعر. الجسر ده ممدود على النار ولازم نمر عليه، وتمر عليه بعملك، ومرورك عليه بقدر أنوارك واتصالها بالنور الأعلى، نور السماوات والأرض. فهناك من يمر على الصراط كسد الرجال، يعني ايه سد الرجال؟ المصارعين جماعة بتوع الجري اسمهم سد الرجال، يجري زي الناس اللي دخلت سوق. وهناك من يمر على الصراط كأجاويد الخيل، الخيل العربية الأصيلة السريعة، نعم. وهناك من يمر كالبرق الخاطف، نعم. وهناك من يمر فتتأذى النار من مروره فتنادي عليه يا عبد الله أسرع فإن نورك يطفئ ناري. يا عبد الله عجل بمرورك من على الصراط فإن نورك يطفئ ناري. اطلبني يا أنس أول ما تطلبني عند الصراط. قال يا رسول الله ولما عند الصراط؟ قال حتى إذا زلت قدم واحد من أمته أكون له سندا. يحمل همنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس رجل نفس طويل شوية، رجل ناصح، قال يا رسول الله قامت القيامة واجتمع الخلق وأنا سلكت وصلت ورد لربني وبصيت عند الصراط ولم أجدك، أروح فين وأعمل إيه؟ قال إذا لم تجدني عند الصراط يا أنس ستجدني واقفا عند الميزان. قال عند الميزان؟ قال نعم. ولما عند الميزان يا رسول الله؟ قال حتى إذا طاشت كفة أحدكم أثقلها له بنوري إن شاء الله. رسول الله يعني لن يتخلى عنا أبدا، هو معنا في الحياة ومعنا بعد انتقاله ومعنا في عرصات القيامة وهكذا. سيدنا أنس قال ذهبنا إلى الصراط ولم نجدك، وذهبنا إلى الميزان وشاءت إرادة الله فلم نجدك، ما هو الحال؟ كده ما صدت الشخصيات؟ قال حتى اللي في الشبكة ضاع، كأننا ما عملتش حاجة. قال لا، إن طلبتني عند الصراط ولم تجدني، وطلبتني عند الميزان ولم تجدني، فستجدني واقفا عند حوضي لأسقيك من يدي. حوض الكوثر، نسأل الله أن يجعلنا من الواردين إلى حوضه ومن الشاربين من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إلا ونحن في روضات الله. مسألة الحوض أسرار ومقامات، وللخلق فيها درجات، سبحان الله. هناك من يصل إلى الحوض ويزاد عن الحوض ليس له نصيب بعد ما وصل، لا لم يكتب له. وهناك من هو أعلى درجة فيسقيه أحد من عباد الله الصالحين الذين رضي الله عنهم وأرضاه،
وهناك من هو أعلى فيسقيه أحد من ساداتنا التابعين، وهناك من هو أعلى فأعلى فيسقيه صحابي من الصحابة الأكرمين، وهناك من هو أعلى فأعلى فأعلى فيسقيه إمامنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وهناك من هو أعلى فأعلى 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 فيسقيه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهناك من هو أعلى فأعلى 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 فيسقيه بيده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك من هو أعلى فأعلى 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 فيسقيه الصديق سيدنا أبو بكر، وهناك من هو أعلى فأعلى فأعلى علوا علوا فيسقيه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك من هو أعلى فأعلى فأعلى فيسقيه الأمين جبريل بيده الشريفة، وهناك من هو أعلى فأعلى وقد تعالى إلى العلا بحيث لا أحد أعلى منه، فيفاجأ بأن الإناء أمامه يشرب منه ولا يرى يدا تمسك بالإناء، فبعدما يشرب ويستشعر الري ينادي وأنا من الذي سقاني، فيسمع النداء من سرادقات الجمال والكمال والجلال من الله عز وجل ردا عليه وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فهنيئا لمن يصل، وهنيئا لمن يشرب، وهنيئا لمن يعلو، وهنيئا لمن يرتقي، وهنيئا لكل من نال حظه من حوض نبينا العدنان صلوات الله وسلامه عليه.